حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أبلغت وزارة المالية المحكمة الاتحادية بعدم إطلاق رواتب شهر آذار لموظفي كردستان العراق إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب. حملت حكومة بغداد حكومة كردستان العراق المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين. وما تزال مشكلة الرواتب عالقة حتى الآن في وقت يؤكد فيه نواب في كردستان العراق أن الأسباب التي تقف وراء استمرار هذه الأزمة سياسية. ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل، وانخفض سعر الدينار أمام الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 1504 دنانير لكل دينار. وانخفضت قيمة الدينار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ انخفاض الدينار أو وصل انخفاض الدينار إلى 2515 دينارا لكل دولار، بينما بلغ الشراء 1495 دينارا. في محل الصيرفة في أربيل انخفضت أيضا قيمة الدينار إلى 2503 دنانير للمبيع و 1500 دينارين للشراء. أفادت وزارة التخطيط الحالية بارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في البلاد إلى نحو 4.5%. وقالت الوزارة إن التضخم الشهري الأخير في كانون الثاني كان مرتفعاً بنسبة 0.4% مقارنة عما كان عليه سابقاً، وأن مؤشر التضخم السنوي ارتفع بنفس النسبة مقارنة مع ما كان عليه في شهر كانون الثاني من العام الماضي، أي أصبح التضخم التراكمي 4.5%. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام المتوسط على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل دولاراً و51 سنتاً ليصل إلى 76 دولاراً و96 سنتاً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط دولاراً و51 سنتاً ليصل إلى 80 دولاراً و26 سنتاً. وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية ليصل خام برنت إلى 82 دولاراً و44 سنتاً للبرميل، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية. انخفضت أسعار تصدير القمح الروسي بسبب استمرار زيادة الإمدادات في السوق العالمية، وقالت شركة إيكار للاستشارات الزراعية، قالت إن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5% انخفض 5 دولارات عن الأسبوع السابق. وقال رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي أركادي زولزيفسكي في مؤتمر صحفي، قال إنهم مضطرون لضخ كميات هامة في سوق المبيعات المتوقفة وغير الآخذة في التوسع، حيث تشير التوقعات حتى الآن إلى أسعار منخفضة جداً حتى نهاية الموسم. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
والموجز الاقتصادي بأمان الله.